الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. معانا يا جماعة مفتاح كتل بايظ، احنا بنقول لك ممكن نصلحه، اوعى ترميه. طيب نصلحه ازاي؟ أول حاجة كده يا جماعة هنقيسه، ما هو كده بالأفوميتر على وضع البزر، هنقيس كده بين الطرفين بتوعه. اهو يا جماعة ندوس الزرار كده زي ما احنا دايسين، اهو ما وصلش ولا ادانا بازر زي كده، اهو كده برضو ما وصلش. طيب نصلحه ازاي؟ اولا يا جماعة المفتاح ده عبارة عن طرفين التوصيل، ادي طرف وادي طرف، لما بنوصلهم ببعض الكاتل بيشتغل، بس احنا عايزينه ده يفصل، اما يسخن يوصل. دي يا جماعة العنصر الحراري اهو، لما بتسخن نتيجة لوجود بخار المية بسخونية عليها، الجزء ده يا جماعة بيتمدد، شايفين الجزء ده؟ فبيدفع الزرار اللي فوق ده زي ما هو كده لفوق. اما بترفع لفوق كده يا جماعة، في زي بنز كده من هنا كده من الداخل، بيدفع شريحتين التوصيل اللي جوه وبالتالي يفصل. طب ده نصلحه ازاي؟ ده يا جماعة نصلحه كده زي ما احنا شايفين في سوست اهو، اهو دي ندفع الجزء ده لورا كده اهو. بصوا يا جماعة كده ندفعه لورا شوية اهو كده يا جماعة، بسم الله اهو كده، ها يا جماعة بسم الله اهو كده، ندفع ده اهو كده، ندفع لورا، اتفك يا جماعة الظهر اللي فوق، وطلعت كمان السوستة دي، خلي السوستة دي عشان احنا هنعوزها زي ما احنا شايفين اهو يا جماعة كده، اهو الطرفين، طرف اهو وطرف اهو. الجزء ده عند التشغيل في وضع التشغيل بيتلامس مع الجزء ده، هو ده هو، لما بده ما بيوصلش لده نتيجة ان في يعني في صدى هنا، نتيجة ان في حصل كربنة هنا هو كده، فده ما بيوصلش بده. ده نروح منظفينه بحاجة زي كده يا جماعة اهو، بيه ده ايه ده يا جماعة؟ مبرد بتاع ضوافر، مبرد حريمي بدل الصنفرة، او نجيب صنفرة رفيعة جدا ونحاول نشيل كل اللي هنا اللي هو عامل فاصل بين الطرفين دول كده يا جماعة اهو كده اهو، او نجيب جزء من صنفرة رفيعة اهو كده يا جماعة ونمرره هنا كده اهو كده اهو كده بالطريقة دي. انا كده بعمل اللي تحت اهو يا جماعة، واعمل بعدين برضو اللي فوق اهو، بس المبرد يا جماعة احسن، المبرد فيه نشوفية جامد شوية عن ايه الصنفرة اهو يا جماعة كده. طبعا ده عالي شوية، ده بيبقى في وضع المستقيم في الوضع الطبيعي كده يا جماعة اهو اهو كده اهو، لما بيجي يفصل المفتاح يا جماعة بيروح دايس على دي، يروح فاصل دي عندي اهو كده، بيدوس هنا كده اهو عن طريق، بص يا جماعة اهو البنز ده، شايفين الجزء العالي ده اهو، ده بيروح دايس عليها كده وفاصلها اهو يا جماعة كده اهو، الجزء ده بيروح دايس هنا كده فاصلها، بعد الشريحة الحساسة ديك اللي هي دي تروح طاردة المفتاح كده، يروح ده ضاغط على الطرفين يروح فاصل. طب احنا كده نشوف يا جماعة اتصلحت كده وصل ولا لا، اهو هنجيب الافوميتر اهو كده يا جماعة وصل. المفروض بقى لما اركب انا الشريحة
يفصل، اما انا اركب الجزء ده يروح فاصل، لانه وضع الطبيعي لقدام كده يروح، ده الوضع الطبيعي ان هما موصلين مع بعض. اعمل كده يا جماعة يروح فاصل. طيب كده احنا صلحنا الريش دي وعملناها. طيب طريقة تركيب المفتاح ازاي يا جماعة؟ زي ما احنا شايفين كده اهو، ادي ايه السوستة. السوستة دي يا جماعة كده هنمسك المفتاح كده ونحط السوستة بالطريقة دي كده اهو، شايفين كده يا جماعة اهو كده. وهنجيب الجزء ده ونبيت ونبيت الجزء ده يا جماعة كده في السوستة اهو كده كده يا جماعة. وهنجيبها كده بشكل خطاف اهو كده اهو كده. بص يا جماعة اهو كده اهو، وندوس عليه تاني عشان يبات في مكانه اهو كده يا جماعة اهو كده يا جماعة اهو، بات في مكانه. في هنا زي مجرة، في هنا يا جماعة في الحتة دي كده مجرة بيدخل فيها هنا بنز كده، والسوستة بتضغط عليه زي ما احنا شايفين كده اهو اهو اهو. طبعا هنجرب كده ونشوف هيفصل ولا لا. اهو كده يا جماعة كده هو في وضع، في وضع التشغيل، في وضع التشغيل اهو. نشوف كده، نحط بقى اهو كده يا جماعة شغال. المفروض اما ارفع كده يشتغل بقى يفصل. بص يا جماعة كده ايه كده الحمد لله فصل كده يا جماعة، اشتغل كده فصل اهو كده فصل. في عطل تاني يا جماعة عايز اقول لكم عليه كده اتصلح. في عطل تاني عايز اقول لكم، ده المسؤول يا جماعة عن الشعور بالحرارة وفصل ورفع الجزء ده ويفصل الجهاز. ساعات ده يا جماعة يروح ايه، بتكون الجزء ده كده مرفوع كده، فطبعا مهما ما يسخن يسخن مش هيتقوس الجزء ده ليدفع البنز اللي موجود هنا كده. يعني المفروض في وضع ما بيسخن ده بيروح نازل كده اهو، بص يا جماعه كده ينزل لتحت ويروح رافع الزرار. ساعات يا جماعه ده يبقى مرفوع كده على طول. نرجع احنا لو لقيناه ده كده مرفوع لفوق كده وما بينطرش الزرار، يبقى العيب في الشريحه دي. الشريحه دي يا جماعه ما بتنطرش المفتاح ده كده. في حاجه تانية بيسببها الشريحه دي، ان المفتاح بعد شويه صغيرين قوي يروح فاصل، فالميه بالتالي ما بتسخنش. ده نتيجه لحاجه واحده، ان العنصر ده يا جماعه متني قوي تحت كده، فما بياخدش فتره كبيره عشان يسخن الميه. يبقى احنا لازم نعدل الجزء ده نعدله ونخليه كده مستقيم بحيث ياخد درجة الحرارة بتاعت الغليان ويروح متن خالص كده اهو كده يا جماعة اهو كده خالص، ويروح رافع ايه، يروح رافع المفتاح وبالتالي يفصل. اما اللي كان ده بقى دايس متداس اكتر من اللازم، الجزء ده اكتر من اللازم، فطبعا هخلي المية ما تسخنش، يا دوبة تدفى كده ويفصل. يبقى لازم نعدل الجزء ده، ولو ما استعدلتش نغيرها. في عطل تاني للمفتاح دوك، ان المفتاح يفضل شغال على طول. المفتاح دي الطرفين دولك لو قستهم مع بعض نلاقيهم شغالين على طول. ده نتيجة التحام الشريحتين اللي جوه لازقين في بعض، خدوا زي ما يقول كده كهرباء عالية وحصل الالتحام بينهم، ما بيفصلوش. او حد داس على البنز الفوقاني ده تحت خالص وسبت، ولمس في الجزء في الطرف التحتاني وسبت، ده يخلي المفتاح يشتغل على طول او الكاتل ما يفصلش. دي اهم الاعطال، ارجو ان احنا نستفاد من المفتاح القديم، وخصوصا لو احنا ما لقيناش زيه. هنفترض طبعا ان انا في حته نائيه، حته بعيده، ما لقيتش زيه، ممكن استفاد بيه واعمله واجدده واشغله تاني. شكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.